وفاء طاحت في غرام واحد الشاب اللي هو صديق، ولكن والديها فاش حصلوها رفضوه رفض اللي هو كان تام. واللي زاد الزم هذه القضية أنه شي واحد المسمى بفاعل خير غادي يصيفط لباها تصور ديال الوفاء مع الخليل ديالها، والوالدين أكيد غيفقدوا الثقة ديالهم في بنتهم. شنو داركم شنو دارت معهم وفاء وشنو هما داروا مع الخليل ديالها اللي كان وعدكم به في هذه القصة أنه زوينة وما غاديش تسخوا بها، وفيها غادي تفهموا بلي أنه بعض تصرفات الآباء اللي كتكون قاسية هي فقط حب وحماية وليس أداة وكره. ما تمشيو فين، بقاو معايا في حلقة الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم معايا على قناتنا اليوتيوب سلام ليك. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه وحواركم طيبه. شكرا بزاف على التعليق ديالكم الجميله والرائعه اللي دابا مازال كنشوفها كتوصلني في الحلقه نتاع اول البارح. شكرا حيتاش كتبعوني، شكرا حيتاش كتخليوني انني ندخل معكم ديوركم، معكم خدمتكم، نونسكم في نعاسكم ونونسكم فين ما كنتم. هادشي باش قبلت انكم تسميوني الونيسه ديالكم، شكرا لكم من كل قلبي. قبل ما غادي نبداو في حلقه الليله، راكم عارفين المعتاد وهو انكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، ما تكلفكم حتى شي مجهود، وتخليوا لي ولو غير نقطه لتحت كتعليق الشكر مني الوسط هذا الصهد وهذا الحراره انني كندير هذا المجهود. فخليني نطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا وفاء دوزت واحد الطفوله اللي هي زوينه بزاف. عندي خويا اللي هو صغر مني بعام، وعندي ماما وعندي بابا. كانت الحاله الماديه ديالنا عاديه، ما خصناش وما عندناش، والحاجه اللي بغينا نشريوها واللي ما قدرناش عليها راه كيأجلوها لنا الوالدين حتى المره اخرى وصافي. السادس ديالي بحكم انه كانت في الدقه كنستعمل داك الرابوز وقت الامتحانات، مرضت ونعست في السبيطار حيتاش تقطع ليا الاكسجين، فما قدرش نحضر لواحد الامتحان اللي تحت ليا فيه صفر واضطريت انني نكرر. في العام الثاني ديالي كنت كنقراه مع خويا اللي كنمشيو مجموعين وكنجيو مجموعين. غادي تبدا قصة من المراهقه ديالي فاش كنت نقرا في التاسعه. السن اللي كيبدا كيتبدل فيه بزاف ديال الحوايج جسديا وحتى عقليا، علما انه عندي حقي من الزين بشهاده اللي تعرفوني. كان واحد الدري حدانا في الحومه كان باغي انه نكون الخليله ديالو وما عارفش كيفاش يوصل ليا، فبحكم انني كندوي مع كلشي غيدخل الفيسبوك ديالي وغادي يهضر معايا حتى دخلنا في علاقه. تلاقينا وما عجبنيش الحال لانه حاول يتقرب مني، وطلبت منه بلي انه اخر مره يدوي معايا حيت علاقتنا غادي تسالي هنا وانا ماشي داكشي اللي في بالك فلان. فهاد الوقيته انا غادي وقع ليا مشكل مع ماما. واحد السيد عندنا في الحومه واحد اخر كان تيتاجر في المخدرات وتيسكر عزكم الله، ما عمرني ما دويت معاه ولا قلت ليه حتى السلام. غيجي واحد النهار غادي يوقف علينا في الدار، غيبدا كيدق. جاوبته ماما شكون؟ قال ليها بغيت وفاء. لاش بغيتيها؟ لا راه عندي واحد الامانه ليها بغيت باش نعطيها ليها. عيطات ليا ماما ونزلنا بزوج، غادي مد ليا واحد الميكاك حلا عامره بالمعجون وقال ليا هذه هي الامانه اللي وصيتيني عليها. شمن امانه واش هادشي اصلا؟ ماما كتقول ليا كيفاش انت كديري هادشي وعلاش، وبدات كتغوت. هو تيقول ليا راه هي اللي وصاتني البارح عليه وما كانش عندي حتى لدابا وجبتو ليها. ماما غوتات عليه ضرباتو ولحت عليه الخنشه ديالو سدات الباب وطلعت الفوق قالتها لبابا سدوا عليا كلاوني. ومن داك النهار ماما فقدت الثقه ديالها فيا. من بعد غادي نطلع للسانكيام وغادي تكون مناسبه في العائله ديال ماما اللي كانت بعيده شويه، وكانت شي ظروف عند الام ديالي ما تقدرش تخليها انها تمشي لديك المناسبه، فصيفطاتني في بلاصتها مرافقه مع واحد السيده واحده اخرى من العائله. مشينا فعلا وغادي نتلاقاو بواحد الدري اللي عجبتو عجبني وغادي يطلب مني النمره، عطيتها ليه وبقينا على تواصل في الواتساب بالتخبيه حتى لقينا راسنا في علاقه حب. مره كانت يجي لي حدا المدرسه كيشوفني، وهنا فين غادي تبدا القصه ديالي. اما اللي داز كانوا فقط طرائف من كل مرحله في عمري. هاد الشاب كان موظف الدوره الثانيه ديال السانكيام، دازت بهذه الطريقه معاه، كنشوفو اذا كانت عندي شي ساعه خاويه فيها غير 5 دقائق 10 دقائق. من بعد غادي تجي العطله والصيف، وكتجي عندنا واحد البنت عمتي من مدينه واحده اخرى اللي كنا انا وياها بحال خواتات، وكنت عاودت ليها عليه حتى ولات كتعرفو. كنا كنديروا راسنا بلي اننا غادي نخرجوا بالعشيه، وفي ديك الخريجه كنت كنتلاقى به وكنجلس معاه حتى العشرة حتى العشرين دقيقه، حيت كنت كنخاف بزاف لشي حد من العائله ديالي يشوفني. وحتى هو كذوب على الله حرام كان انسان اللي محترم وعمره ما تجرأ عليا. هو كان ناوي معايا المعقول، ولكن انا كانت يبان لي بلي انه غير مرحله ديال المراهقه اللي دايزه. حتى لواحد الاربع دخلنا للقرايه، كان واحد الاستاذ ما تيكملش لينا ساعتين ديال الحصه فكان تيخرجنا شويه بكري. انا خرجت وبقيت واقفه حدا المدرسه
جا عندي وقفت معاه انا وصاحبتي كندويو حتى وصلت 6 ونص باش انا نمشي للدار. طول معانا هي مشات فحالها، بقيت انا وياه وزعمت ومشيت انا وياه في واحد الشارع اللي هو عام، فاذا به غادي ندخلوا من واحد الدرب غير حنا غادي نخرجوا منه، غادي نتلاقاو بماما قدامي هي واحد السيده من العائله، ارتبكت وهو كذلك. ما عرفت نكمل الطريق ولا نرجع ولا نهرب. نسميه ياسين، حد قلت ليه سير ياسين. انا مشيت عند ماما بوحدي وتسلمت مع ديك السيده اللي هي معاها، بقات ساكته حتى وصلت للدار وبدات معايا في التحقيق شكون هو داك خينا. انا بالخلعه كذبت عليها وقلت لها راه تيقرا معايا في المدرسه، واش انت كتقري مع واحد قداش شنو هو، علما انه كان كبر مني بعشر سنين وبين في الهيئه ديالو. انا بقيت عليها راه ماما معنا الدراري اللي هما كبار وكاين اللي ما تيكونوش تيقراو ولكن غير كيدفعوا وهو راه واحد منهم. جميع الكذوب كذبتهم وما تيقاتنيش وبقات عليا شنو كاين شنو كاين، غير قولي لي شنو كاين، غادي تاخذ ليا تليفوني غادي تقلبوا وما خصهاش تشوفوا. حيت انا كندوي مع دراري واحد اخرين في ميساجات اللي دراري هما عاديين واخا ما كندير حتى شي حاجه اللي هي خايبه، فبديت نفكر شنو غادي ندير. كتقول لي ديري ليا الكود حلي ليا التليفون، انا تندير كود غلط بالعاني باش نبلوكيه. شافني كنترعد عليها وكنطفيه وكنعاود نشعلو، كتعطيه لخويا كتقول لي هاك حل ليا التليفون، هو بالعاني طفاه وقال لها راه ديشارجا. غوتات ضرباتني ودازت عليا واحد الليله كحله عمرني ما نساها. خديتها حتى خرجات وكانت انا ذاك حطت التليفون انه يتشارجا، كنعض فيه بالعاني غير باش ما يخدمش. كنت فكر هادشي كيجيني الضحك وكنت تألم في نفس الوقت، لانه كتقولي انت ما دايره حتى شي حاجه يعني الموضوع ما يستاهلش، ولكن ردت فعلي خلات ماما انه عقلها يمشي بعيد. صباح ماما غادي تقول لبابا شنو كاين، هو غادي يتعصب عليا ورغم انني عزيزه عليه وكيتيق فيا وعمره ما هز عليا يديه ولا صوته حتى داك النهار. غوت عليا هرس تليفوني وتخاصم معايا. انا ديك اللحظه مرضت فيها بزاف لانهم قاطعوني وخويا نقص معايا الهضره، والمدرسه كنمشي لها بالمراقبه والتليفون ما عنديش. حيدوا لي الترونسبور اللي كنت كنمشي فيه وداروا لي البيكالا كعقوبه لانه ما كنتش كنبغيها. لمده شهر كنت نبكي وماما غير كتدور وكتقول لي اذا دار ليك وفعل ليك انا غادي نمشي نديكلاري به وانت مازال باقا قاصر. دازت 3 ايام ومشيت خديت التليفون تاع صاحبتي اللي في المدرسه، صونيت عليه وقلت ليه ياسين ها شنو وقع ليا. قال لي راني تخلت عليك بزاف يا وفاء، حرام عليك ما عطيتنيش خبارك وبقيت بحال الراس المقطوع، ما عرفتش كيفاش غادي ندير نشوفك، وخفتهم اللي يكونوا كيوصلوك للمدرسه ونأزم عليك الدعوه. المهم قلت ليه بلي انا وعلاقتنا غادي تسالي هنا ياسين. ولا عفاك ما يمكنش انا راني تنبغيك، انا ناوي معاك الحلال اذا بغيتي نمشي من دابا لداركم. لا مستحيل ياسين، مستحيل انهم يقبلوا خصوصا من بعد هذا المشكل وانا مازال باقا صغيره باغيني نقرا ونكمل. دازت فتره شهر اللي فيها كنت كندوي معاه بالتخبيه من فوكونت ديال فيسبوك في التليفون ديال صاحبتي. انا ذاك غادي توقع ليا حادثه، كنت دايره واحد الفنيته في فمي وانا كنقد في الفولاره ديالي، بغيت نعطس وشهقت وهربت ليا. ديك الفنيته هي اللي غادي تكون السبب في انه والديا يتصالحوا معايا ويتخلعوا عليا وترجع المياه لمجاريها. نساو شنو وقع ليا وحنوا فيا وشراو ليا تليفون جديد وبدات علاقه اللي هي جديده، ولكن انا كنت مازال باقا كندوي معاه وكنتلاقى به وكلشي كنت نديرو بالتخبيه. ما كانش هو كيعيط ليا ولا كيصيفط ليا، حتى انا الاولى كنعطيه الاذن باش اننا نتفاداو المشاكل. بقينا غاديين وهو تيطلب مني انه يجي لدارنا واخا ما خدامش خدامه اللي هي رسميه وما مستقرش. انا كنت باقا تنقرا وعندي طموح واهداف اللي كنت باغا نوصل ليهم، فغادي نشد الباك ديالي بالمعدل اللي هو زوين. فرحوا دارنا، كنت اختاريت انني نتبع واحد الشعبه ديال الفن، لكن الخليل ديالي اللي هو ياسين كان رافض انني نقرا في شي مدينه اللي هي بعيده على مدينتي. داكشي علاش اضطريت باش انني نخلي بابا هو اللي يختار لي شي حاجه اللي موجوده في نفس المدينه. ولكن فاش ديت القرايه جاتني صعيبه وما كنتش باغا نستمر. بابا طلبني ولا انا بنتي بغيتك توصلي وكنتعذب على قبلك، اما ماما ما تجبديش ليها حس انك غادي تبقاي غير جالسه في الدار، خاصك تقراي حتى تخدمي واذا لا تزوجي وحده من الزوج ما عندكش اختيار. المهم كيف قلت لكم ما عنديش اختيار، تقاتلت مع ديك الشعبه اللي جاتني صعيبه في عامها الاول، ولفت ولكن نجحت، زدت ديبلوم واحد اخر ودوزت بيرمي ديالي وشديتو. وسط هادشي علاقتنا باقا مستمره انا وياسين حتى لواحد النهار وانا تنزيد ساعات اضافيه في واحد الشعبه كنت خارجه، حتى كيبان لي خويا وقف بالطوموبيل. سولتو علاش جاي ليا، قال لا راه غير كنت دايز من هنا وقلت نجي نتسناك نضربو دويره ونمشيو للدار. فعلا
درنا سالينا دخلنا للدار كنلقاو بابا معصب. شنو وقع بابا ياك لاباس؟ اري لي التليفون. ولكن ما تخافوش عليا، انا كنت دايره الاحتياطات جولي من نهار وقع داك المشكل، كنت كنمسح الميساجات والنمره. واخا تعطاتني واحد نصيب من الحريه اللي وسط منها كانوا قوانين، ما تخرجيش بوحدك، ما تخرجيش مع البنات، مع بزاف ديال الممنوعات. حتى لذاك النهار فاش بابا غادي يقلب لي التليفون ولكن ما لقى حتى شي حاجه، شويه غادي يجيب التليفون ديالو هو وراني تصوري انا وياسين اللي كنا واحد المره خرجنا وتصورنا تصور اللي هما كانوا عاديين، ما كانت حتى شي حاجه عيب ولا مخله للحياه. العيب الوحيد انني مصوره مع دري اللي ما قابلينوش والديا اولا ما قابلينش عموما تصويره تاع بنت مع دري. هذا التصور غادي يوصلوه في الفيسبوك ديالو من شي كونت اللي سميتو فاعل خير. بقى عليا هذه هي وفاء اللي انا كنت بها بها وسط الناس وخنسي الثقه ديالي فيك وما كنتش كنتسنى منك هذا الشيء. انا تنبكي وتنقول لهم والله ما كاينه شي حاجه اللي نحشمكم بها، راه داك الشاب بغيتو وبغاني وناوي معايا الحلال، وكل مره تيقول لي نجي لداركم وانا تنقول ليه لا حيتاش خايفه لانكم ترفضوه، حيتاش هو ما واجدش كيف ما نتوما تبغيو، ورا ما كاينش شي حد اللي غادي يدير بحال هكا وهو باغي المعقول. هادشي ما كيدارش طبيعه الحال، ما غاديش يتقبلوا هذا الامر. وماما اصلا زاد تعصبات وحقدات حيتاش هذا هو نفس الشاب اللي حصلتني معاه اول مره، لدرجه انهم بداو يشكوا فيا واش انا دايره شي حاجه اللي هي خايبه، داكشي باش ما قداش نتفرق عليه. هما شكوا بلي انه هو اللي غيكون صيفط لهم دوك التصاور باش يهددهم بلي انه داير ليا شي حاجه، واذا هما ما زوجونيش به غادي نوضي يشوههم وينشر دوك التصاور. هذا هو السيناريو اللي كان في دماغهم. عييت ما نشرح لهم انه هذا شي حد اللي كان هز ليا دوك التصاور التليفون ديالي قبل ما نمسحهم وتصيفطوا لبابا، حيت هاد التصاور هما في الاصل مصورين بتليفوني انا. حنا ما قدرناش نعرفوا شكون هو مولف عليها. بابا تيقول لي كيفاش نحط انا دابا انا وجهي، شكون اللي غيكون كيضحك عليا من العائله ولا من الصحاب باش يصيفط لي هاد التصاور، فين هو دابا الوجه اللي غادي نشوف به عباد الله. هاد الوقت غادي تجبد واحد الصداع اللي كان كبير، ما كنتش كنعس ولا كندوق الماكله، وماما ولات كتنعس معايا في الصالون لتحت وما كنعسوش، كانت دايره ليا العقاب والعتاب، وفين كنت هي الفعلة يا التركه وشوهتي بينا. ماما ضخمت الموضوع وانا ما قدرتش نبكي ولا نشكي. الخليل ديالي ياسين باش غادي يعرف شنو واقع لقيته فاش تنقول لهم بلي بغيتو وبغاني، نضو ما صوناو عليه باش انهم يتاكدوا واش تنكذب ولا لا. دارو مرتو في التليفون ديالي دوا معاه، هو تخلع حيتاش ما كانش في بالو، وصحاب لي بلي انا اللي كنصوني عليه. جاوبو بابا شنو هادشي؟ الو السلام عليكم، الو شكون معايا؟ انا بات وفاء. اش هادشي درتو؟ منين جاو دوك التصاور واش كتفلع عليها؟ شو درتي ليها؟ علاش كتهددها؟ راه غادي نمشيو نديكلارو بيك حيت تابعه وهي قاصر وباقي لدابا وانت تابعه وبنتنا راه باقا صغيره، وشنو ندير لها حتى تابعه؟ الهضره وصلت لواحد المستوى اللي هو ما كاينش في الاصل. قصحوا معاه وهو تيقول لهم والله حتى باغيها المعقول، راني بغيتها للزواج غير مازال انا ما واجدش وساكن باقي مع دارنا وما بغيتش نجي باي حاجه حتى نكون واجه ونحمر ليها وجهها. تخاصم معاه بابا وماما وقالوا ليه هضره ماشي حتى لهيه، وقطعوا عليه بلوكا خويا من التليفون. وهنا عرف بلي انه كاين مشكل اخر، بحكم انه الام ديال ياسين الخليل ديالي وخواتاته عارفين بلي اننا حنا مع بعضياتنا، حيت عاود لهم عليا ودوات معايا امو اللي كانت ديما كتقول ليه نمشيو نخطبوها لانه ما كانش راضي على العلاقه ديالنا بالتخبيه، وكانت كتقول ليه بلي انه حنا نتعاونوا معاك اللي جاتك صعيبه نديروها لك، غير توكل على الله وما تفلاش عليها. هو ما كانش كيتفلى عليا، وكل مره كان تيقول لهم قريب قريب هي فاش وقع المشكل كبير مع بابا. وهاد الخليل ديالي مشى للدار تعصب على ولد اختو اللي كان عطاه التليفون ديالو القديم وشك ياك ما لقاش يتصور ونض هو اللي صيفطهم لبابا انا، لكن في الاخير تاكد بلي انه ماشي هو. وهنا عرف بلي انه صعبت عليه المهمه ديال انه يجي يخطبنا من دارنا، حيتاش والديا ولاو رافضين وعارفين نفوجه، وقالوا لي هو اللي ما غاديش يكون ليك ولا انت غادي تكوني ليه واخا تنطبق السما على الارض. هو من جهته كان فوق من الاعصاب ديالو وما عجبوش الحال لانه العلاقه ديالنا تقطعات وتازمات وما عارف شنو يقدر باش يبدل هذه الوضعيه. عاش واحد الفتره طويله من العقاب اللي كانت صعيبه كلها، بكى دازت شهر وما بقيتش قاده انني نصبر على داك التعامل ديال ماما، وهي نقصات من العتابات ولكن ميكات عليا حتى لراس العام ديال واحد السنه ما استحملتش انه والديا يبقاو مستمرين معايا بهذه الطريقه. ودخلت للمرحاض عزكم الله، بديت كنبكي وكنضرب راسي مع المرايه وكنقول ليها
ولكن من ظهري ديك المره هي كاع متزعزعات من بلاصتها. ما نكذبش عليكم ولكن كانت ايام اللي هي تقال بزاف اللي فيها انا اليوم عاذره ومسامحه والديا لانه من خوفهم عليا وتضحيتهم علينا كانوا كيتعاملوا معايا بهذه الطريقه. كون خليت المكساب صراحه انه يتصرف وما شديتش معاهم العكس غادي يكون افضل. المهم نرجعوا للحظه ديال المرحاض عزكم الله اللي فاش ساليت مشيت للكوزينه وقديت واحد الطرطه ديال لاكريم وحطيتها من مورا العشاء. خويا مسكين حتى هو عاوني بزاف وكان تيبغي انه يطوطو عليا ولكن تيقول لي يا هاد الشيء وفاء اللي درتي كثير وانا ما عندي ما ندير لك ولا نغير فيه انت اللي درتيها بيديك. انا درت ديك الطرطه على اساس انني نصالحهم حيتاش ما ولفتش داك التعامل وما تقبلتش داك العقاب الصمتي والضغط. حطينا العشاء اللي واخا كنا مجموعين عليه انا كنت نكره وهما تيهضروا بيناتهم وانا ما تنشارك حتى شي موضوع ولا وندوي كاع كيتجالوني. جبت الحلوه باش اننا ناكلوها من بعد العشاء وانا نقصح وجهي وجبهتي وقلت لي ليها ليها وانا نقول لهم عفاكم سمحوا لي رانا حلف لكم باش ما بغيتو انا راه ما كندير حتى شي حاجه اللي هي خايبه وما درت اصلا حتى شي حاجه خايبه راني ما قادراش نعيش بهذه الطريقه معاكم سمحوا لي انا خطات. شنو ذنبي هو بغاني وانا بغيتو كاع البنات دازو منا شدس انا غلطت سمحوا لي وبقيت كنثرثر عليهم. ماما كتقول لي انا ما عندي ما نقول لك انا داك هي سمحات لي ما سمحات لي بس لها يديها ورجليها ونطلب ونزاوك. قالت لي شوفي مع باك هو الاول بس لي يديه ورجليه كنقول لي قسما بالله ما دايراش لي غادي يحشم بك بابا. بابا بقيت فيه بزاف تنبكي وبقى حتى هو تيبكي. دزنا واحد الجو اللي كان صعيب ديك الليله. هنا غادي نعطيهم وعود انه ما نبقاش لا ندوي ولا نخرج معاه وطلبوا مني انني نساه وما نقولش لهم الحب وديك الهضره حيتاش هما ما تيعرفوهاش. هاد الساعه قريتك ثم قريتك وهاد الهضره كاملها قالوا لي انت مازال باقا صغيره عليها بزاف. انا بغيت غير السلاكه ديك الوقت بغيتهم غير يسمحوا لي وصافي. صالحنا رجعوا لي التليفون ديالي ورجعت كندوي مع الخليل ديالي وعاود لي بالتفاصيل شنو داز عليا وعلاش ما كنتش كندوي معاه. حتى هو من طرفه عاود لي شنو اللي دوز بكينا وطلب مني السماح لانه ماشي هادشي اللي كان باغي لعلاقتنا وبلي اذا جا غادي يرفضوه. هو حقيقه وعدت والديا انني نحبس معاه وحلفت لهم الله يسمح لي ولكن ما قدرش. ما كانش الولف بيناتنا انا وياسين كان حب اللي حقيقي حب اللي خالص ونقي ومحترم. غيعاود لي انه واحد النهار اللي كنت فيه في واحد اسبوع مع ماما هو كان تيصلي العشاء شهد تزير مشى ليه الاكسجين. انا كنت داك الاسبوع ناشطه في العالم ديالي حتى كيوصلوني ميساجات فيهم وفاء انا كنبغيك وكنموت عليك وعمرني بغيت شي وحده قدك وانت اللي بغيت نكمل معها حياتي ولكن ما مكتبش عافاك سمحي لي سمحي لي اذا ضريتك وضريت العائله ديالك المسامحه نتلاقاو في الاخيره. انا ترفعت ما عرفتش اش يقول لي هكا وانا يلا دويت معاه قال لي نصلي وغادي نخرج للخدمه ديالي. قلت لماما انا غدا للدار بحكم ديك المناسبه كانت غير في الحومه. مشيت للدار وطلعت لبيتي كنصوني عليه ما كيجاوبنيش عييت ما نحاول حتى غادي يجاوبني واحد الوقيته اختو. سولتها عليه قالت لي بلا ما تخافي راه حنا في السبيطار. تمكيو كنقول لهم مالو شنو كاين شنو واقع لا حتى حنا وفاء ما عارفين والو راه كان تيصلي حتى شداته كريز وبدا كيشهد وسخف جبناه للسبيطار وراه دابا دايرين ليه الاكسجين. كيفاش غادي ندير يا سيدي يا ربي وكيفاش غادي نشوفو؟ كانت 12 ديال الليل داروا ليا فيديو تيبان ليا غير مجبد ودايرين ليه الاكسجين وحده امو خواتاتو. سمعت ماما جايه وانا نقطع غسلت وجهي وجبدت فمي بحال ما كاين والو وهبطت وانا ما قادراش نقول لهم بلي انه ياسين راه مريض وحيتاش اصلا ما خصهمش يعرفوا بلي انني كندوي معاه حيتاش اختارتهم هما فكان مستحيل انني نقول لهم ولا نبين لهم. هو مشى لغد ليه داز عند طبيبه ديال القلب ما عنده حتى شي حاجه لا ضيق التنفس والو كلشي هو داك دار البيلون تاع صحته كلها كلشي كان مزيان. دازت 4 ايام انا هذاك كنت بديت الخدمه في واحد المدرسه حره تنقري فيها وكنزيد ساعات اضافه لواحد الدراري اللي هما صغار داوه داروا ليه الرقيه هو موقع ليه والو ولكن واحد السيده كانت معاهم بدات كتنطق راه ياسين ولد فلانه مدير ليه 4 ديال السحوره واحد شربوا في عصير واحد مرشوش في الخدمه وواحد مخبع في الدار والاخر مخبع في واحد الغابه. شكون دار هذا الشيء؟ صحابو اللي حاسدينو. الراقي طلب من داك الجن واش يمكن يبطل داك السحر دار معاه كل الاربع انه يجيب ليه شي حاجه من داك السحر اللي هو بعيد وان ياسين يشرب ما ديال القران ويتقيا باش يتحيد ليه داك السحر. اما داك اللي مدفون الجن دار معاه باللي انه كل الاربع مع داك الراقي غادي يجيبوا ليه. وفعلا انا ما حضرتش لهذا الشيء ولكن عاودوه ليا دارهم وبالفيديوهات اللي كانوا تيصوروا. بقى متبع مع داك الراقي تيصلي وتيذكر حتى ولا مزيان
داز عام على الموضوع وقلت ليه اسمع ياسين، اذا بقيت كنتسناك انك حتى دير الدار والطوموبيل ومشروع راه عمرنا ما غادي نتزوجوا. مازالش معايا هضره، لا غد ليه غادي يجوا عندنا للدار على غفله، حيت من قبل كانوا كيمشيو عند بابا الخدمه وما كانش كيبغي، كان تيقول لمو انا ما عنديش بنت للزواج وانا ما ناسيش شنو دار ولدك. هي فاش جاو عندنا للدار حيت كان تيقول لهم ياسين اذا ما تزوجش بوفاء عمرني ما غادي نتزوج. جاو قالوا لهم بغينا ولدكم لبنتنا واللي جا من الباب ما تيرجعش. استقبلهم والديا من بعد 7 سنين على العلاقه ديالي انا وياسين. بابا اقتنع وبردت لي خاطره وفهم الامور وداروا انه الخطبه تكون من مورا العيد. هنا صافي بديت كندوي معاه في خاطري، كنقول ماما سول فيك ياسين، ويا ما تسنيت هذه اللحظه وهذه الايام. وجا النهار الموعود اللي كنت كنحلم به، داك النهار اللي كان بالنسبه ليا خير حلم. جاب لي ياسين دفوع اللي هو كبير، ما حشموش بيا وكبروا بيا قدام والديا وعائلتي. نهار عرسي درناه في قاعه كبيره اللي داروا لي بابا بكاع التفاصيل اللي بغيت، وداز خيالي. عرضنا على اللي بغينا وراجلي جاب لي دفوع عاوتاني في العرس كبير واستقبال كيف داير، والحلم اصبح حقيقه. من بعد يومين عائلته داروا لي عرس تحت هما بالجوق والنقافه اللي جابوهم لي من جهه واحده اخرى ولا مدينه واحده اخرى. وفي القاعه كل شيء كان هماوي، العرس اللي دار لي بابا في شكل والعرس اللي داروا لي هما كانوا في شكل. لوستي جابتني من الصالون بالكوتشي والدقه، وواحد الفرحه كنت كنحس بها لدرجه انه كانت باينه منوره ليا فوجي. رجعنا للوطيل دوزنا 7 ايام ديالنا وداروا لينا دارهم التقاليد. ماما بيني وبينها غادي نصيفط ليها الصبوحي ديالي بالعاني اللي راجلي دار فوق منه فلوس اللي كانت كثيره. وريت لها باش انا ما تبقاش دايره في بالها بلي انني مشيت بدون شرف، وكتبت لها بلي انا عمرني غلطت ولا درت شي حاجه خايبه ولا تحشم بيكم. ماما فرحات بزاف وراتها لبابا اللي طرح حتى هو بالفرحه. واخا انا ضد هذه الفكره لكن كنت مجبره انني نديرها مع والديا باش انهم يتيقنوا بلي انا واخا دوز ديك المده كلها راه داز نقيه وبالشرف. الحمد لله انا اليوم ساكنه مع راجلي في دار حماتي، ما مخصصين من والو، عايشين السعاده لله الحمد. عائلته الله يعمرها دار، وماما كتعامل معايا كيف ما كنت في دارنا، ما كنشقاش ما كنطيبش، الصابون هو الاخر تيضا حطيتو في الشبكه كتهزو كتديه تحطو ليا في الماكينه، وما كاينينش دوك الحسابات. طاحت في السلعه الله يعمرها دار، كيف قال لك طاح الحك وصبغطاه. انا خدامه خدمه اللي كنت كنتمناها واللي مقنعاني، وراجلي حتى هو. حماتي قالت لينا قلتو معايا حتى تقدوا الامور ديالكم، وديك الساعه سير الله يسهل عليكم. هذه كانت قصتي اللي كنتمنى لكم تدعوا معانا الله يكمل علينا بالخير باش اننا نحققوا داكشي اللي مازال بغينا. وهذه هي كانت حكايه وفاء ياسين يا ساده الكرام، كانت حكايه جميله، كنتمنى تكون هذه الحكايه عجبتكم، استفدتوا منها كيف قلت لكم بلي انه ماشي اي والدين تيعاقبوا ولياتهم، هادشي تيعني بلي انهم تيكرهوهم ولا ما باغينهمش، ولكن لانهم تيخافوا على حياتهم وتيخافوا على الشرف ديالهم الى ما اخره. فكنتمنى انكم تخليوا تعليق جميله اللي بغات تسمعهم وفاء ياسين، ودمتم في رعايه الله وحده، نتلاقوا بعد غدا ان شاء الله، وسلام سلام.